الجمهور الرياضي الكبير، طيب الله أوقاتكم بكل خير. إذن انتهت مباريات الدوري اليمني لكرة القدم تجمعي شبوة وسيئون، وأزدل الستار عن بطل الموسم الكروي الحالي فحمان، حقق المفاجأة وحصد الذهب في مباراة حسمتها ركلات الحظ الترجيحية أمام الزعيم الوحداوي، وتمكن كذلك أهلي صنعاء من الحصول على المركز الثالث وحصد البرونزية أمام صقر الحالمة. أيضا منتخبنا الوطني للناشئين بدأ استعداداته لخوض الاستحقاقات القادمة، كل هذا وأكثر نشاهده اليوم في الملعب، تفضلوا بالبقاء معنا. حياكم الله. حقق أهلي صنعاء برونزية تجمعي شبوة وسيئون بعد إلحاقه الخسارة بصقر الحالمة في المباراة التي جمعتهما على استاد الأولمبي بهدف دون رد. الدقائق الأولى من المباراة شهدت تكافؤ الفرص بين الفريقان. الفرصة الأولى للأهلي جاءت عبر لاعبه محمد السروري بعد تنفيذه لركلة حرة، لكن حارس الصقر أوقفها، وحاول الصقر مباغتة الأهلي في أكثر من مرة لكن دون جدوى. الدقيقة 41 شهدت تسجيل أهلي صنعاء للهدف الأول بعد أن استغل محمد علوس كرة عرضية من أحمد ضبعان وأودعها الشباك لينتهي على إثرها شوط اللقاء الأول. وفي الشوط الثاني شن الصقر العديد من الهجمات المتتالية في محاولة لتعديل النتيجة، لكن رعونة مهاجمي حالت دون ذلك لينتهي اللقاء بهذه النتيجة ويحصد الأهلي برونزية المركز الثالث، بينما اكتفى الصقر بالمركز الرابع في البطولة. جاءت اللحظة المنتظرة للكثير وأعلن عن بطل الموسم الكروي الحالي من الدوري اليمني تجمعي شبوة وسيئون فحمان ووحدة صنعاء. قدم مباراة رائعة، لمحات فنية وجمل تكتيكية تميز بها النهائي والذي حسمه فحمان في نهاية المطاف عبر ركلات الحظ الترجيحية. المزيد مشاهدينا في سياق التقرير التالي. لم يكن الطريق إلى نهائي سيئون مفروشا بالورود، والوصول إلى منصات التتويج غاية بررت الوسيلة. الوحدة تجاوز صقر الحالمة بنتيجة ثقيلة، وفحمان أقصى الأهلي بركلات الترجيح ليجد نفسهما في تكرار لمواجهة مرحلتي الذهاب والإياب من التجمعين. اختلفت معطيات المباراة عن سابقاتها، والهدف هذه المرة إحراز الذهب. الوحدة بادر بتهديد مرمى خصمه عبر هدافه محمد هاشم وظهيره عمار البيضاني. تراجع فحمان واعتمد على الهجمات المرتدة التي لم تكن على المستوى المطلوب. نصف ساعة على اللعب والنتيجة ما زالت صفرية، هجمة هنا وأخرى هناك، وحارسا المرمى اجتازا اختبار النهائي بنجاح. في شوط اللقاء الثاني رمى كل مدرب بأوراقه الرابحة في محاولة لخطف هدف الفوز. محمد البعداني استعان بكل خبرته في هذه المباراة، فنجح في إيقاف خطورة مهاجمي الوحدة تكتيكيا، في حين لجأ عادل التام إلى لاعبه عبد الله العبسي، لكن الأخير لم ينجح في تغيير النتيجة. صافرة النهاية حان موعدها، والمباراة تأجل حسمها إلى ركلات الحظ الترجيحية. التوتر الشديد بدا ظاهرا على لاعبي الوحدة بعد إضاعتهم لركلتي الترجيح الأولى والثانية، في حين نجح الفحمانيون في تسجيل ركلة واحدة تنفسوا بها الصعداء. أطاح الحظ بلاعبي الوحدة وقت تسديد الركلات، وتمكن لاعبو فحمان من تسجيلها بنجاح ليتوج أبناء أبين أبطالا للمرة الأولى في تاريخهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وكل هذا بفضل الله وفضل اللاعبين، وصلنا لهذا النهائي واخذ البطولة على فريق الوحدة. قابلنا فرق قوية تستحق الأشياء بها، ولكن الحمد لله رغم الظروف اللي عانيناها من ملعب ترابي وغيره، لكن الحمد لله وصلنا لهذه المرحلة واخذنا البطولة عن قدارة، وهذا يعني برغم الظروف القاسية في أبين، لكن الحمد لله وفقنا رب العالمين. وشكر الكابتن محمد حسن البعداني والرئيس أحمد العزي،
رئيس نادي فحمان. والله كان ردنا بالبلام. اوكي طبعا بعد ما ارسلنا الصاروخ الحمد لله يعني قد الخلايا النايمة راحوا اغلبهم يعني. واليوم كان الرد باللاعب باقدام اللاعبين صاروخ قوي وصلنا من اللاعبين. هذول اللاعبين فحمان ابناء مودية وابين وابناء الوطن بشكل عام. اليوم ردوا على المشككين بصورة واضحة وبليغة. أسدل الستار على بطل جديد للكرة اليمنية فحمان، الفريق الذي ظن الجميع أنه سيأتي للنزهة خطف اللقب من العاصمة صنعاء وقدم إثباتا عمليا أن كرة القدم تلعب بالعقل لا بالمهارات. وللحديث أكثر مشاهدين عن تتويج نادي فحمان وختام الدوري اليمني ينضم معنا عبر الهاتف المحلل والناقد الرياضي الأستاذ مراد أبو الرجال. أهلا وسهلا بك أستاذ مراد إلى الملعب مجددا. أهلا وسهلا أستاذ أيمن وسعيد بتواجدي معكم من جديد. حياك الله. بداية فحمان القادم من الملاعب الترابية إلى منصات التتويج، كيف وجدت أنت كناقد رياضي هذا التتويج خصوصا أنه الأول في تاريخه؟ أولاً قبل الإجابة عن سؤالك يعني أحب أنتهز هذه الفرصة لأقدم تهانية العميقة لنادي فحمان، إدارة، مشجعين، لاعبين على هذا الإنجاز التاريخي، إنجاز لأول مرة يحدث في أي موسم من المواسم في الدوري اليمني. نعم. أن يحقق نادي من أندية الريف على بطولة الدوري، وهذا يدل على أن الإمكانيات المادية، البنية التحتية ليست هي الأساس الوحيد لتحقيق انتصار. يعني بطبيعته يستطيع كيف مع أي وضع يعني قائم وأي وضع يتأثر فيه، وهذا ما أثبته أبطال أبين نادي فحمان، إنجاز أكرر تاريخي جدا، ويحق لهم الفرح ويحق لهم الفخر بأبنائهم، وهارد لك الأندية صنعاء، أتمنى لهم كل التوفيق في الأحداث القادمة. لم يتوقع أحد أن يصل فحمان إلى منصات التتويج، الكل شكك بقدرات الفريق في الذهاب بعيدا في البطولة. برأيك ما هي الجوانب الفنية التي ساعدت هذا الفريق في تحقيق هذا الإنجاز؟ أولا أنا وأنت يعني كنا أحد الذين يعني لم يضعوا نادي فحمان ضمن الأندية التي ممكن أن تسهل الدور نصف النهائي. نعم. وذلك لعوامل كثيرة، يعني عوامل التعداد، عوامل واقع الأندية، المعسكرات، البطولات. كان نادي فحمان خلال الفترة الماضية خلال سنوات الحرب مغيب تماما عن جميع الأحداث الكروية داخل البلد، لذلك كانت الأعين والترشيحات كلها منصبة على أندية صنعاء بالتحديد يعني ونادي الصقر. لذلك أعتقد أنه ما ساعد نادي فحمان على تحقيق الدوري هو الروح المعنوية القتالية لدى اللاعبين، وننسى الدور المهم الكبير جدا الذي يعني أضافه المدرب محمد البعداني. نعم. على جسد الفريق يعني فكر تكتيكي عالي استطاع من خلال يعني الفوز على أندية صنعاء الأهلي ثم الوحدة، وهذا بلا شك يعني يحسب أيضا للمدرب والإدارة الفريق التي حاولت يعني بأقل الإمكانيات يعني تحقيق يعني وصول بعيدا في الدوري بخطط منتظمة، يعني كل مباراة تعامل معها على حده، وبالأخير وحققوا المطلوب هو الفوز بالدوري. وقع فحمان في مجموعة قوية ضمت شعب حضرموت حتى أنه حسم بطاقة التأهل بفارق هدف فقط. برأيك أنت هل يعني وجوده في هذه المجموعة القوية أو الحديدية ساعد في تطوير مستوى اللاعبين؟ بشكل ثاني المجموعة كانت قوية كما قلت، وهذا أعطى يعني رتم تدريجي تصاعدي للفريق، يعني هم استفادوا من كل مباراة خاضوها ويعني تعاملوا مع المباريات بشكل متطور. لذلك يعني وجدنا نادي طار الأندية الكبيرة يتعامل مع يعني في المباراة الأخيرة مع وحدنا أو يعني للأسف لم تكن مباراة منقولة للحليلها فنيا، ولكن حسب توقعي أنه علم مكان القوة بفريق الوحدة واستطاع يعني التعامل مع هذه المباراة يعني بواقعية، واستطاع أخذ المباراة حتى ركلات الترجيح، وبركلات الترجيح استطاع يعني تحقيق الانتصار وحسم الدوري. نعم. اليوم بعد أن أسدل الستار عن الدوري اليمني وإعلان
نادي فحمان أنه هو الفائز بهذه البطولة. من منظورك الشخصي، ما هو تقييمك العام للدوري بشكل مختصر؟ أولا يعني إعادة الدوري يعني بحد ذاته هو أمر مهم جدا، يعني إعادة دوران العجلة داخل الملاعب اليمنية أمر مهم جدا، وهذا يعني ما كنا نريده ونطالب فيه خلال السنوات الماضية. ولكن بما أن الدوري قد انطلق ونحن نأمن يعني أن الاتحاد يعني لا يمتلك هذه تلك العقلية التي يستطيع من خلالها تطوير مستوى الدوري ويعني إجراء التحسينات، ولكن على الأقل يعني في المواسم القادمة نريد انتظام الدوري، نريد نقل تلفزيوني، نريد ملاعب مجهزة بشكل أفضل. الملاعب بشكل الحالي الآن يعني جدا لا يوجد مقاعد للجمهور، لا يوجد نقل تلفزيوني، التنقل بالنسبة للاعبين. أتمنى أن الظروف مع الاتحاد مع وزارة الشباب والرياضة يعملوا جميعا يعني من هذه اللحظة يعني إصلاح جميع الأخطاء، يعني عذرناهم بالدوري الحالي يعني بسبب الظروف. هناك كانت أخطاء كثيرة فعلا، هناك تحدثوا عن أخطاء كثيرة، منها يعني عدم انتظام التدريبات بالنسبة للأندية، وحتى غياب أندية عدن يعني أثرت بصفة أو بأخرى على الجانب الفني في الدوري. أنت يعني من منظورك هل ترى مثلا مثل هذه الأخطاء يعني أو عدم انتظام بعض الأندية ومشاركتها في الدوري أثر بصفة أو بأخرى على الدوري بشكل عام؟ بلا شك يعني عدم تواجد أندية عدن في الدعم المادي للأندية، تأخر صرف المستحقات، بلا شك يعني أثر. ما هي الحلول؟ طيب ما هي الحلول مثلا من منظورك من أجل أن نتلافي مثل هذه الأخطاء في الدوري المقبل؟ الحلول بالنسبة لي أنا دائما ما أكون واقع يعني في طرح الحلول يقدمها الدولة فكرة، هل هذا من يحل فكرة المناسب لإصلاح الواقع الرياضي؟ من بلا شك يعني بأول يعني أوقات الدعم يعني للكرة اليمنية مثلا في خليجي 20 لم نرى يعني كرة حقيقية، لم نرى يعني تحسن بواقع الكرة أو بواقع الرياضة داخل البلد. ولكن لذلك أنا أقول يعني طالما يعني وجدت نفس العقول التي لا تستطيع يعني الإنتاج، لا تستطيع تغيير الواقع، تلافي الأخطاء، تعمل يعني بنفس العقلية التقليدية، أعتقد أن نستطيع تغيير أي شيء من الواقع السيء. يعني لذلك الحل الأول هو تغيير العقلية التي تقوم الاتحاد ويعني تجديدها بعقليات شابة، عقليات تستطيع يعني أستاذ مراد عمل دراسة. صحيح، من منظورك يعني أو من خلال متابعتك للدوري، هل هناك أسماء سترفد المنتخبات الوطنية وأسماء جديدة سنشاهدها؟ والله أستاذ العزيز هو المفترض أن يكون هذا الدوري بمثابة يعني تغيير لجسد المنتخب، تغيير لأسماء يعني كانت تلعب لسنوات بالمنتخب. ما فائدة الدوري يعني كان بما أنه كان يعني دوري سريع جدا خلال شهرين، ولا يكون رافد أساسي لإعادة تشكيل المنتخب يعني منذ سنوات هي تغيير ولم نرى أسماء. لذلك من المطلوب مهم جدا يعني أن نخرج عن أن يكون هناك مدرب وطني أو مدرب للمنتخبات الوطنية متواجد، ولكن يعني بالفيديوهات بالإحصائيات نستطيع يعني الخروج بعدد كبير بمنتخب متجدد. لذلك شكراً هذا جزيلاً. هو المطلوب أن يكون منتخب من الدوري. نعم، المحلل والناقد الرياضي مراد أبو الرجال كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك، ونتمنى فعلا أن يستمر الدوري اليمني، وبقاء الدوري هو حياة للأندية والرياضة اليمنية بشكل عام. إذن ما زلنا معكم مشاهدينا إلى أخبار منتخباتنا الوطنية، حيث استكمل الجهاز الفني والإداري لمنتخبنا الوطني للناشئين التجهيزات المتعلقة بالمعسكر الإعدادي الثاني لمنتخب الناشئين بمحافظة عدن. الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب قيس صالح قام باستدعاء 23 لاعبا للانضمام إلى المعسكر الداخلي استعدادا لبطولة غرب آسيا التي من المتوقع انطلاقها مطلع الشهر القادم بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية. هذا وقد ركز الجهاز الفني على التمارين الخفيفة التي تعمل على تهيئة العضلات واستعادة اللياقة البدنية للاعبين بالتدريج، ومن المقرر أن يستمر المعسكر الداخلي لمدة أسبوع فقط قبل السفر إلى الدمام لخوض معسكر خارجي آخر قبل انطلاق البطولة. الجدير بالذكر مشاهدين أن منتخبنا سيلعب إلى جانب منتخبات البحرين والأردن في المجموعة الثالثة.
في عدن أيضا حيث حقق نادي التلال فوزا ثمينا على منافسه نادي الجلاء بستة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقان على أرضية ملعب الشهيد الحبيشي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري عدن الممتاز. دخل التلال إلى المباراة وعينه على النقاط الثلاث لتحسين موقعه على سلم الترتيب. العميد تفوق في الشوط الأول وحسم اللقاء بعد تسجيله لثلاثة أهداف كاملة جاءت عبر اللاعب أحمد ماهر هدفين وزميله في الفريق عمر منصور. وفي الحصة الثانية واصل التلال سيطرته على مجريات اللقاء وتمكن من تعزيز تقدمه عبر لاعبه المتألق أحمد ماهر الذي سجل كرة الهاتريك له شخصيا والرابع لفريقه، ورفع اللاعب حمد شوطح غلة الأهداف بعد توقيعه على الهدف الخامس. هدف الجلاء الوحيد جاء بأقدام لاعبه ماجد الداحمة، ووقع اللاعب سالم الموزعي على سداسية فريقه في المباراة ليحصد التلال ثلاثة نقاط جديدة أحيا بها آماله في المنافسة على البطولة. تتواصل منافسات بطولة الثلاثين من نوفمبر لكرة السلة لأندية عدن، والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان عدن الرياضي بنسخته الثانية. وفي اللقاء الذي أقيم بين فريقي الميناء ووحدة عدن تمكنت سلة الميناء من مواصلة تألقها بعد فوزها على فريق سلة وحدة عدن بنتيجة 62 نقطة مقابل 45 في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب نادي الميناء بالتواهي. لاعبي سلة الميناء استطاعوا إثبات تواجدهم بكل جدارة واستحقاق بعد إنهائهم لثلاثة الأشواط الأولى لمصلحتهم، بعد أن يعود الوحدة في الشوط قبل أن يعود الوحدة في الشوط الأخير ويحسمه لمصلحته، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لفريق سلة الميناء وواصل بها عروضه القوية في البطولة. وفي ذات السياق مشاهدين، تمكن فريق التلال من حسم مواجهته أمام شمسان بصعوبة بالغة بواقع 85 نقطة مقابل 82 نقطة في المباراة التي جمعتهما ضمن مهرجان عدن الرياضي الثاني. فبعد خسارته في الجولة الافتتاحية دخل فريق التلال بشكل مغاير أمام شمسان، الأمر الذي مكنه من حسم المباراة لمصلحته في آخر دقائق المباراة. الشوط الأول حسمه شمسان بواقع 18 نقطة ل13 نقطة للتلال. بعد هذا الشوط عاد العميد ليحسم الشوط الثاني بنتيجة 23 نقطة ل19، ولم تشهد الفترة الثالثة أي تغير في النتيجة بعد أن حسمها العميد بواقع 33 نقطة ل18 نقطة. الفترة الرابعة تمكن فيها لاعبو شمسان من تسجيل 24 نقطة مكنتهم من حسم الشوط لمصلحتهم، لينتهي اللقاء بفوز فريق سلة التلال بمجموع بلغ 85 نقطة مقابل 82 نقطة لخصمه شمسان. نزلنا معكم مشاهدينا في أخبار كرة السلة، وهذه المرة من العاصمة صنعاء، حيث يواصل أندية أهلي صنعاء ووحدة صنعاء استعداداتهما لخوض منافسات المربع الذهبي لبطولة كأس الجمهورية. المربع الذهبي الذي يجمع أندية شعب حضرموت والميناء بالإضافة إلى قطبي صنعاء ستنطلق منافساته في 23 من الشهر الجاري. المزيد في سياق التقرير التالي. دخل أهلي صنعاء ووحدة صنعاء المرحلة الإعدادية الأخيرة قبل المشاركة في المربع الذهبي لبطولة كأس الجمهورية لكرة السلة التي ستنطلق بمحافظة عدن في 23 من نوفمبر الجاري. ويشارك الإمبراطور والزعيم في المربع الذهبي إلى جانب الميناء وشعب حضرموت، حيث تقام منافساتها بنظام مواجهة الكل مع الكل. كثف قطبا العاصمة من تحضيراتهما فور انتهاء المرحلة الثانية من التصفيات التأهيلية وفقا لبرنامج تدريبي خاص يجعلهما جاهزين للمنافسة في أول بطولة تجميعية منذ 7 سنوات. أهلي صنعاء صاحب الصولات والجولات والتاريخ العريق في البطولات السلوية، دخل منذ أيام تحت قيادة مدربه هشام حجيرة معسكرا تدريبيا مغلقا يخضع فيه اللاعبون لوحدتين تدريبيتين صباحا ومساء داخل صالة النادي. ولكونه مدرسة عريقة في كرة السلة اليمنية يبحث الأهلي عن المنافسة رغم معرفة القائمين عليه بقوة شعب حضرموت والميناء اللذين مثل اليمن خارجيا في البطولة العربية خلال سبتمبر الماضي.
من جانبه فضل وحدة صنعاء بقيادة مدربه الشاب أشرف شرف الدين وضع الفريق بمعسكر تدريبي مغلق بعيدا عن أنظار وسائل الإعلام بهدف الابتعاد عن الضغوط والاستعداد بشكل أكثر جدية. يعتمد الفريق السلوي الوحدوي على عناصر شابة لم تشارك من قبل في بطولات كبيرة وتفتقر إلى الخبرة، لكنها تتمتع بمهارات فردية قد تجعلها قريبة من مستوى باقي الفرق المنافسة. ويستهل الأهلي والوحدة مشاركتهما في مربع كأس الجمهورية السلوي بمواجهة شعب حضرموت والميناء في الصالة المغطاة بالشيخ عثمان في 23 من الشهر الجاري. وبهذا نكون وإياكم مشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من الملعب، على أمل أن نلقاكم في حلقات قادمة. تقبلوا تحياتي أنا أيمن الفقيه، ومن الإعداد كمال الإبارة. دمتم بخير، في أمان الله.